بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية. أنا مصطفى رزق ودي قناة برنجي لقطع غيار السيارات. لو عربيتك مش بتدور معاك الصبح بسهولة، بتغيب معاك في الدوارة أو ما بتدورش خالص، العربية بطلت منك في الشارع وأنت ماشي، بتقطع، يبقى أنت عندك مشكلة في حاجة من الاتنين، أو ممكن تكون الحاجتين مع بعض. يعني مثلا حساس الكاميرا اللي اتكلمنا فيه عن في الفيديو اللي فات، يا ريت ترجعوا للفيديو وتتفرجوا عليه. يعني مثلا عندك مشكلة في حساس الكرنك اللي هنشرحه في الحلقة دي. لو أنت أول مرة تتفرج علينا، يا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت تشاركه مع اصحابك وتعمل لنا لايك عليه. اتفضلوا معانا اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم. ده حساس الكرنك، بيبقى بالشكل ده. على فكره مش لازم يكون حساس الكرنك بتاع عربيتك نفس الشكل اللي انا ماسكه في ايدي ده. حساسات الكرنك نوعين، في حساس اسمه VRS، وده بيبقى اتنين طرف، الفيشه بتاعته بتبقى اتنين طرف، طرف بيعمل سيجنال بيرجعها للكمبيوتر بتكون 5 فولت، والطرف الثاني بيبقى ارضي او بيسموه في البلاد العربيه الطرف البارد. وفي نوع ثاني من الحساسات الكرنك اسمه هول افكت. الهول افكت هو اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقه دي، وهو الحساس اللي بتكون الفيشه بتاعته 3 طرف. طب ليه 3 طرف؟ الطرف الاولاني اسمه طرف الباور، ده بيوصل كهرباء للحساس 12 فولت. الطرف اللي في النص بيكون طرف السيجنال او الاشاره، وده اللي بيوصل الاشاره من الحساس للكمبيوتر بتبقى 5 فولت. والطرف الثالث بيبقى الطرف الارضي. الحساس اللي في ايدي دوت بيخص العربيه شيري ام في، وده من النوع الهولي افكت اللي الفيشه بتاعته 3 طرف. دي بالنسبه للفيشه، وده السلك اللي ما بين الفيشه والحساس او الجزء المغناطيسي. على فكره في كتير من العربيات زي الكوري والياباني، لو بتتفرج عليا ما يكونش عربيتك صيني، ما بيبقاش فيه السلك ده، بيبقى الحساس كله جزء واحد بفيشه الجزئيه دي بس. فاحنا قلنا هنتكلم دلوقتي عن الحساس اللي يخص العربيه الشيري ام في اللي في ايدي ده، اللي هو الثلاثه طرف. دي الفيشه وده السلك وده الجزء المغناطيسي. الجزء ده مغناطيس، يعني لو جبنا مفتاح مثلا كده، ده جزء مغناطيس بيولد مجال كهربي جوه. الخرم ده بيبقى ده اللي بيتثبت فيه الحساس في البلوك بتاع الموتور، بيبقى تقريبا مسمار 10. الجزء الاسطواني ده هو اللي بيدخل جوه البلوك بتاع الموتور. زي ما احنا قلنا، اعرف منين ان الحساس ده باظ؟ العربيه بتاخد وقت مني الصبح في الدواره وممكن ما تدورش خالص، ممكن تطفي مني المحرك وانا ماشي، ممكن والعربيه ماشيه بتقطع او بتفتف زي ما بيقولوا. ده كله كمان العربيه بتستهلك بنزين كتير زياده عن اللزوم، ده كله نتيجه تلف في حساس الكرنك. في تجربه بسيطه بيعملوها ازاي تتاكد ان حساس الكرنك بتاعك بايظ ولا لا. بتشغل العربيه وبعد كده تخلع سلك من سلك البوجيهات بتاعتك، وتقرب السلك واحده واحده لحرف البوجيه. اذا عمل شراره معناته ان الحساس بتاعك ده سليم، ما عملش شراره يبقى الحساس بتاعك بايظ. لما بتروح تكشف عن الحساس دوت في الكمبيوتر، لما تظهر لك علامه التشيك انجن اللمبه الصفراء في التابلو، بيدي لك ايرور رقمه B0016. الايرور B0016 معناته ان انت عندك مشكله في حساس الكرنك. طيب السؤال بقى، حساس الكرنك ده بيبوظ من ايه؟ حساس الكرنك ده ممكن يكون ليه عمر افتراضي زي ما اتكلمنا على حساس الكاما، لانه طبعا شغال معاك باستمرار من اول ما بتدور العربيه لحد ما بتطفيها. تاني حاجه، الحساس دوت ممكن لو جه ميه على الفيشه بتبوظ الحساس، ايا كان لو غسلت الماتور بميه او جت عليها ميه بيبوظ. تالت حاجه، الحراره بتبوظ الجزء الاسطواني دوت وبتفكفك الحساس، بتفتته لان هو مغلف من بره هنا بالفبر الجزء المعدني دوت. دي الحاجات اللي بتبوظ حساس الكرنك. طب حساس الكرنك ده بيبقى موجود فين عشان لو بصيت في العربيه اعرف مكانه؟ طيب حساس الكرنك ده بيبقى موجود فين في العربيه؟ الحقيقه حساس الكرنك دوت موجود في العربيه في مكان غلس قوي وضيق قوي، يا هتلاقيه مثلا ورا الطاره الرئيسيه بتاعت الكرنك، يا اما هتلاقيه تحت الفرن قريب من فلتر الزيت، يا هتلاقيه في المنطقة اللي هي ما بين الجيربوكس والموتور، هتلاقيه في حتة من دول. طيب ايه وظيفة حساس الكرنك؟ الحقيقة احنا لو قرينا من كتيب التشغيل او المواصفات بتاعة حساس الكرنك وظيفته، هنلاقي كلام كتير مكعبل كده ومعقد شوية. اسهل لكم الموضوع ببساطة، حساس الكرنك وظيفته ان هو بينقل اشارات للكمبيوتر بعدد لفات عمود الكرنك وموضع عمود الكرنك مكانه اثناء الدوران. كمان في حاجة تانية، حساس الكرنك هو اللي بيشغل الـ RPM بتاعت السيارة، يعني
لو حسيت، لو جيت الصبح وشفت ان لو شغلت العربية ولقيت الار بي ام مش شغال، ده اكبر دليل على ان انت عندك عطل في حساس الكرنك. سعر حساس الكرنك اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الخاص بالسيارة شيري انفي في السوق بيتروح سعره من 200 جنيه لحد 400 جنيه حسب اختلاف الماركة او النوع، وطبعا باختلاف السيارة بيختلف تمن الحساس. يعني السعر اللي انا بقوله مش مقياس على كل العربيات ولا حتى على كل العربيات الصيني، لان كل عربية صيني حساس الكرنك بتاعها بسعر مختلف، وانا هحط لكم الروابط بتاعت المنتجات دي اسفل الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، وكمان تشارك الفيديو مع أصدقائك وتعمل لنا إعجاب، يبقى كتر خيرك. واستنونا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنج القطع غير السيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.